والله أطيب شيء أنا بالنسبة لإلي يعني الحلويات الشامية، ولأهلي نفس الشيء. حلاوة الجبن من الحلويات المفضلة عندنا برمضان. الحلويات الشامية ما في بعد أطيب الأكلات يعني، وأطيب الحلويات والله يعني. والله أنا بحب البقلاوة أكثر شيء، بس يعني بأشكالها بأنواعها. برازة باكلها برضو، كل شيء حلو باكله. كويس تمام، مية مية الحمد. شو الصنف اللي بتحبه أكثر؟ بلح الشام. انا بالنسبه لي الشعبيات طبعا، شعبيات بالجوز وشعبيات باللبنه، مش اللبنه، اللبن لبا يعني بنسميها. اي شيء سوري زاكي، ان كان حلويات او غير حلويات، اكل شرب طعام. انا بحب شو اسمه هذا حلاوه الجبن، وبحب كمان بسوا الوربات الشاميه رهيبه جدا ممتازه يعني، في رمضان معروفه يعني.